بسم الله ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام آمين يا رحمة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. تربية عجب من منزل القرآن لكي يعين رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام أن يكون خير وسيلة للإنذار، وسيلة بشرية، وسيلة عربية قحة منا أصيلة. نحن ضربنا لتسلسل ذرية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الفرع عن إسماعيل، سيدنا إسماعيل عليه السلام ثابتة اللي ضربت نبينا عليه الصلاة والسلام وأصالته لا يتطرق إليها أي شكل من أشكال عدم البيان. نعود إن شاء الرحمن.